رؤية رسمت مسار المملكة وتاريخ أصيل يستحق الرواية. تسطرت جميعها في ذكرى البيعة الثاني التي اجتمعت في فعالية حنا معك بدعم من الهيئة العامة للترفيه، والتي افتتحت أبوابها لمشاركة المشاريع الشبابية من خلال الأسر المنتجة وعربات الطعام، إضافة إلى دعم المواهب السعودية في كل المجالات. مناسبتنا اليوم اسمها حنا معك. حنا معك هي مناسبة بمناسبة ذكرى البيعة للملك سلمان الله يحفظه. حبينا أنها تكون بطريقة مختلفة، بطريقة جديدة، تكون كلها دماء شابة موجودة. زي ما أنت شايف عندنا أسر منتجة شابة، عندنا رسامين شباب، عندنا مصممين شباب، عندنا أصحاب مطاعم برضو شباب موجودين. مواهب شابة اجتمعت تحت سقف معرض الرياض الدولي، فعملهم لفت انتباه الكثير من الزوار من خلال صناعة العديد من اللوح الفنية المعبرة. 6 شباب حضروا الفعالية، جمعهم شغفهم في الرسم، فهدفهم صناعة لوحة فنية معبرة عن عبق الماضي ومستقبل مشرق. الفكرة هي عبارة عن لوحة 13 متر في 3 متر ارتفاع، يشارك فيها عدة رسامين متطوعين. الفكرة أنها هي كل لوحة جزء ترسم، ويشاركوا معنا الحضور فيها دون ما يعرفوا إيش هي اللوحة بالضبط. في نهاية المعرض حنرفع القطع متكاملة ونصفها جنب بعض وتبان اللوحة النهائية إيش هي. فكرتها تتكلم عن البيعة وعن رؤية 2030، بحيث أننا نربط شيء من الماضي بالمستقبل اللي إحنا متطلعين له إن شاء الله. جمالية تلك الألوان لم تكن هي الطاغية، فالأفكار والرسائل الموجهة خلفها هي الأكثر جذباً وجمالية. أهدي هذه اللوحة للحد الجنوبي، ومعناتها من تعدى الحد تنقص رجله. مواهب ومشاريع بلمسات شبابية سعودية في فعالية حنا معك، والتي تنظمها لكجري إيفنت، سعيا منها إلى استهداف أفراد العائلة في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الإخبارية مشعن فعي، الرياض.